دكتور احمد فوزي ضيفنا في السادسه. مساء الخير يا دكتور احمد. مساء الفل يا ابو حميد، ازيك يا ابو حميد؟ احنا كل اسبوعين ثلاثه كده تشرفنا وتنورنا، اقول لك مبروك على بطوله، مبروك على برونزيه، مبروك على الحمد لله. حلو الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الاهلي هو اللي دايما رافع راسنا، مش احنا اللي يعني صحيح. اللي وشنا حلو، لا الحمد لله النادي الاهلي هو اللي دايما رافع راسنا ومخلينا منتشين ودايما ماشيين هامتنا في السماء الحمد لله. اتبسطت بالبرونزيه طبعا؟ اكيد الحمد لله، يعني انجاز بيتكرر بعد 15 سنه. فتره كبيره. احسن حاجه في الانجاز ده بالنسبه لي ان الجيل اكتسب ثقه البطولات الكبرى. حقيقي دي احسن حاجه، اللي هي زي ما بيقولوا كده ما وراء الجدران، يعني دي اهم حاجه، ان الجيل زي ده فكره يتغير تماما من المحليه، وانه يروح ثلاث ماتشات نهائي افريقيا ويخسرهم اثنين بقله خبره، من خصوصا الخساره الثانيه بتاعه الترجي قله خبره كبيره. انت بتتكلم على النسختين اللي قبل 18 تحديدا كنا ماشيين كويس جدا، الشوط الاولاني ويخش فينا جون في اخر دقيقه والجيم كله يتقلب الشوط الثاني، فدي طبعا نقص خبرات مع بالنسبه لي انا بقى بعد ما كسبنا القاضيه وبعد ما روحنا لكاس العالم والبرونزيه، انا شايف ان وجهه نظري ان احسن حاجه حصلت هي اكتساب الثقه في الجيل ده، انه يتعطش للبطولات الكبرى ويبقى قريب من انه يروح ان شاء الله السنه الجايه اليابان، وان شاء الله نعمل حاجه أقل. انا بتهيألي بعد البرونزيه هم نفسهم يعني اذا كان افريقيا في حد ذاتها كانت هدف، بقت دلوقتي اكتر من هدف، لانه ده يعني يتشارك في كاس عالم الانديه ونفسه يخوض التجربه مره تانية. اكيد الاجواء اللي راحوها وعاشوها حتى وان كانت في فقاعه مغلقه، ولكن الاجواء حسستهم قد ايه العالم كله بيتكلم عليهم، قد ايه النادي الاهلي رفع هامتهم، وقد ايه هم عاملين انجاز، واعتقد ان هم مش هيتنازلوا عن هذا الانجاز السنه دي ان شاء الله بتحقيق العشره ثم الوصول لكاس العالم.